ما هو الفرق بين المسجد والمصلى، وهل كل مصلى مسجد؟ فيه فرق. المصلى الذي يصلي فيه الإنسان مرة واحدة في الطريق أو في البر، أو هل مكتب أو دائرة حكومية يجعلون لهم مصلى وقت الدوام، هذا يسمى مصلى ما هو مسجد. أما المسجد فهو المبني المعد للصلاة دائما للصلوات الخمس، هذا هو المسجد. نعم، يكون فيه محراب ويكون مرتب له مؤذن وإمام وتصلى فيه الصلوات الخمس، هذا هو المسجد. نعم.